أهلا بكم. رغم الخطوة الألمانية بالسماح بتزويد كييف بدبابات حديثة، رفض المستشار الألماني أوليف شولتز مجددا فكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. لكن ما تأثيرات القرارات العسكرية الألمانية على صعيد العلاقات مع دول الناتو وروسيا؟ وهل كلام شولتز عن رغبته في عدم التصعيد مع روسيا كاف في ضوء القرار الأخير؟ نناقش ذلك مع الجنرال السابق إريش فاد، المستشار العسكري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي أيضا. جنرال فاد، مساء الخير، مرحبا بك معنا في حلقة مواجهة لهذا الأسبوع. أنت من الأصوات الألمانية القليلة التي عارضت علنا وفي وقت مبكر من هذه الحرب مسألة تسليح أوكرانيا. بداية، لماذا عارضت وتعارض مسألة تسليح أوكرانيا؟ هذه دولة اعتدي على أراضيها، احتلت أراضيها وتريد الدفاع عن نفسها، لماذا تعارض تزويدها بالسلاح؟ إن رغبة الأوكرانيين مفهومة من وجهة نظرهم. هم يريدون أن يكون لديهم مزيد من الأسلحة، لا فقط الدبابات، بل هم يطالبون بطائرات حربية وطبعا مروحيات أيضا وصواريخ باليستية وما إلى ذلك من أسلحة. وطبعا الدول الغربية مستعدة لمساعدتهم، ولكن هناك قلق إزاء تصعيد الأزمة وتصعيد هذا الخلاف. برأيي هذا يجب أن يجيب عن بعض الأسئلة السياسية. ماذا نريد مثلا أن نحققه من خلال إرسال هذه الدبابات وإرسال هذه الأسلحة؟ هل نحن نريد مثلا استعادة منطقة الدونباس وشبه جزيرة الكرم؟ هل نريد أن مثلا ننتصر كليا على روسيا؟ أم هل نريد إرساء الاستقرار في أوكرانيا وطبعا جعلهم في وضع في المعارك لمزيد من مفاوضات السلام؟ وبرأيي شخصيا فقط الاحتمال الثالث أو المقاربة الثالثة هي موضوعية وعقلانية من وجهة نظر عسكرية، لأننا في عملية عسكرية صعبة، وطبعا هي بطريق مسدود، لدينا حرب استنفاذ، وحتى الآن أكثر من 200,000 من الأوكرانيين والروسيين يعني الجنود قد قتلوا، ولدينا 50,000 من المدنيين الذين قتلوا أيضا وملايين من اللاجئين. طيب، سأعود إلي معك عن للحديث عن مسألة المفاوضات بعد قليل، ولكن مسألة تزويد أوكرانيا بالسلاح من وجهة النظر الأوكرانية، أوكرانيا تقول نحن دولة احتلت أراضيها ونريد استعادة هذه الأراضي، وحتى نتمكن من ذلك نريد من حلفائنا أن يزودونا بالسلاح. هل تؤيد أنت حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستعادة أراضيها المحتلة؟ أنا إلى جانب الأوكرانيين تماما، ومفهوم من المفهوم تماما أنهم يريدون أن يحصل على مزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسهم بطريقة أكثر فعالية، لكن الوضع العسكري حاليا على الأرض ليس جيدا بالنسبة للجانب الأوكراني، وبالتالي يجب أيضا أن نقول إن هناك مخاوف بأننا إذا ما زودنا بأوكرانيا بمزيد ومزيد من الأسلحة بأننا سوف ننزلق إلى حرب عالمية ثالثة، ونحن لا نريد أن نخلق الظروف لاندلاع حرب عالمية ثالثة. هذا حدود الدعم، نحن نريد أن ندعمهم لإرساء الاستقرار وطبعا لجعلهم بموقع جيد بالنسبة مثلا لما يتعلق بإقامة محادثات سلام، ولكننا لا نريد أن ننزلق نحو حرب عالمية ثالثة. طيب، الآن ألمانيا وافقت جنرال فاد على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد. هذه لأول مرة ستكون نجد فيها دبابات ألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تنشر على أراضي محاذية لروسيا. هذه مسألة يعتبرها الروس مسألة خطيرة. ما تداعيات ذلك برأيك، وجود هذه الدبابات الألمانية على أرض مجاورة لروسيا
لم نشهد هذا منذ عقود طويلة. نعم هذا صحيح تماما، ولذلك الحكومة الألمانية كانت بحاجة إلى الكثير من الوقت لأنها احتاجت للتفكير ماليا بهذا الأمر، لأنها للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية التي نشهد فيها دبابات ألمانيا مجددا على أراض في شرق أوروبا في أوكرانيا. وطبعا نحن نعلم أن من وجهة النظر التاريخية، إذن هذا هي وجهة النظر التاريخية. وأيضا هناك قلق إذا أن يكون هناك حاجة لتزويد هذه الدبابات لجعلها أداة عسكرية فعالة في خوض هذه الحرب، ونحن مستعدون لإعطاء ربما عشرات الدبابات للأوكرانيين، ولكن لدي بعض شكوك أنا بخبرتي العسكرية بأن هذه الدبابات لن تتمكن من تغيير الوضع العام في الميدان حاليا، لهذا عدة أسباب. مثلا إذا ما منحناهم كل الدبابات فهم ربما يطلبون، نحن نعلم أن هناك 120 دبابة، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى كتيبتين أو ثلاثة من الدبابات، ولكنها لن تتمكن من تغيير الوضع العام عسكريا هناك، لأن الروسيين لديهم فوائد وأفضلية، وطبعا إن الدعم التقني لهذه الدبابات والنظم الحديثة لأوكرانيا هم بحاجة إليها. لدينا أكثر من 1000 كيلومتر، ويجب أن نجلب الذخائر والدعم التقني الذي تحتاجه هذه الدبابات من أجل تشغيلها وبنهاية المطاف. أيضا هم بحاجة أيضا إلى موظفين لإجراء الصيانات اللازمة لهذه الدبابة، وإذا ما كانت هذه الظروف اللوجستية غير متاحة فعليا فمن الصعب جدا بالتالي أن نرسل هذه الدبابات في هذه العملية. طيب جنرال فاد، يعني أنت تقول الدبابات لن تكون فاعلة في أوكرانيا، أيضا تذهب إلى أبعد من ذلك وتقول أن الحرب الحالية لا يمكن أن تحسم عسكريا. في المقابلة التي أجريت معك مؤخرا تقول من الناحية العملياتية العسكرية وصلنا إلى طريق مسدود ولا يمكننا حل هذه المسألة عسكريا، وهذا هو أيضا رأي رئيس هيئة الأركان الأمريكية مايك ميلي الذي قال إنه لا ينبغي توقع انتصار عسكري أوكراني وأن المفاوضات هي الطريق الوحيد. أنت أشرت إلى شيء مشابه قبل قليل في كلامك، ولكن التفاوض على أي أسس جنرال فاد؟ التفاوض بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ بداية أنا أتوافق الرأي تماما مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية بما عبر عنه السيد مايك ميلي، وقد قال إننا لا يمكن أن نتوقع حلا عسكريا لهذه الأزمة، وبالتالي نحن لذلك ننظر قدما إلى تفاوضات، وطبعا هذا أمر جدي. والسؤال أيضا سؤال جيد، على أي أساس هذه المفاوضات؟ يجب أن أقول إن أساس هذه المفاوضات يجب أن تكون الوضع القائم قبل الهجوم الروسي، ولكن يجب أن يتطور ذلك إلى مفاوضات. أعني أن الخطوة الأولى يجب أن تكون أن نوقف أو نجمد هذه الحرب، حرب الاستنزاف، ونوقف المعارك، وبعدها السياسيون والدبلوماسيون يتولون زمام الأمور ويجدون طرق وسبل. ولكن جنرال فاد اسمح لي على المقاطعة، هذا مرفوض من وجهة نظر الرئيس بوتين. روسيا تقول هذه الأراضي التي احتليناها في هذه الحرب هي الآن جزء من السيادة الروسية وأصبحت أراضي روسية، وبالتالي الانسحاب منها مسألة غير واردة. هذا هو الموقف المعلن على الأقل حتى الآن.
هذا صحيح، الروسيون احتلوا هذه الأراضي، ومن وجهة نظرهم هذه الأراضي الآن تعد جزءاً من روسيا، وطبعاً هذا يصعب المفاوضات، ولكن البديل يكون أكثر خطراً، لأننا إذا استمرينا في هذه الحرب، الحرب الدامية، حرب الاستنزاف في المستقبل، فهذا قد يصعد الوضع العام برمته، وطبعا الخطر محدق في أن ننزلق نحو حرب عالمية ثالثة، ولذلك المفاوضات قد تعد الطريق الأفضل من استمرارية هذه الحرب، حرب الاستنزاف كما ذكرت، لأن الحل العسكري ليس بمنظورا. اللافت أيضا هناك اليوم حديث جنرال فاد عن إمكانية تقديم مقاتلات حربية، صواريخ بعيدة المدى، وحتى غواصات، البعض تحدث عن هذه المسألة. هل باعتقادك سيقدم الحلفاء الغربيون على خطوة من هذا النوع ويقدموا هذه المعدات لأوكرانيا؟ آمل ألا يوافقوا على هذه المطالبات، لأن الأوكرانيين طلبوا F-16، وطبعا طلبوا أيضا مقاتلات قتالية ومعدات عسكرية أخرى، وطبعا نحن نعلم أن هذه الخطوة ستتسبب بتصعيد في الأزمة، وطبعا ليس من السهل أيضا تدريب الطيارين الأوكرانيين على ذلك، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، وطبعا من وجهة نظر عملية عسكرية فإن هذه المطالبات بعيدة جدا عن الواقع. طيب جنرال فاد، أرجو أن تبقى معي، سنتوقف مع فاصل قصير، أعود بعده لأسألك عن تصريحات أثارت الكثير من الجدل أطلقتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من برنامج مواجهة مع الجنرال إيريش فاد، مستشار السياسات العسكرية السابق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حلقة هذا الأسبوع من مواجهة. ضيفنا في هذه الحلقة الجنرال إيريش فاد، المستشار السياسات العسكرية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. جنرال فاد، مرحبا بك معنا من جديد. المستشارة السابقة أنجيلا ميركل أطلقت تصريحات الشهر الماضي أثارت الكثير من الجدل، ليس فقط بين خصوم أوكرانيا ولكن أيضا بين بعض الحلفاء الغربيين. تقول المستشارة ميركل لموقع زايت في ديسمبر من العام الماضي، تقول إن اتفاقيات مينسك عامي 2014 و2015 كان هدفها منح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية، وأوكرانيا استغلت هذه الفرصة جيدا وأصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه آنذاك، وأن الاتفاقيات كان هدفها كسب الوقت لتسليح أوكرانيا. تصريحات لافتة جنرال فاد. أولا، هل تتفق مع المستشارة ميركل بأن هذه الاتفاقيات كانت بمثابة فرصة أو فسحة لأوكرانيا لمزيد من التسلح والاستعداد للحرب؟ من وجهة نظري فإن اتفاقيات مينسك التي أبرمت من جانب أنجيلا ميركل عقدت من أجل محاربة ربما خط ما قبل ضم شبه جزيرة القرم، وإن الهدف من هذه الاتفاقيات لم يكن أن نعطي وقتا للأوكرانيين للتسلح وما إلى ذلك، كانت هذه عملية تجري
في ذلك الوقت، ولكن الهدف الأساسي كان إيجاد سبل سياسية لحل الأزمة حين ذات. ولكن من جهة أخرى، إحدى مفاعيل وربما إحدى التبعات كانت بأن أوكرانيين فعلا تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وبناء قدراتهم الدفاعية وموضعهم الدفاعي بمساعدة الحلفاء الغربيين الذين ساعدوا أوكرانيا في ذلك الحين، ولكن هذا لم يكن الهدف الأساس للاتفاقيات نفسه برأيي أنا. ولكن الروس فهموا هذا الموضوع بشكل مختلف جنرال فاد. الرئيس بوتين رد على تصريحات المستشارة ميركل بقوله: بصراحة لم أتوقع أن أسمع شيئا مثل هذا من المستشارة الألمانية السابقة، كنت دائما أفترض، يقول الرئيس بوتين، أن القيادة الألمانية ستتصرف معنا بصدق، لقد كان واضحا أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا وتدعمها، ولكن مع ذلك كان يبدو لي أن القيادة الألمانية كانت دائما مخلصة في جهودها لإيجاد حل قائم على المبادئ التي اتفقنا عليها في إطار عملية مينسك. الرئيس بوتين إذن يقول ألمانيا والغرب لم يكونوا صادقين معنا في هذا الموضوع، ما رأيك في ذلك؟ هذه مناقشة مثيرة للاهتمام أيضا في وسائل الإعلام الألمانية، ولكن من جهة أخرى إذا ما نظرنا إلى الوقائع فإن الكثير من الأسئلة نشبت عن اتفاقيات مينسك وهي من دون إجابات حتى الآن، ويجب أن نجد إجابات عن هذه الأسئلة التي يتم طرحها. مثلا كيف يجب أن نتعاطى مع الأقليات الروسية في منطقة الدونباس وطبعا الأشخاص الناطقين باللغة الروسية في تلك المنطقة، ووضع نظام قد يستطيع بموجبه الأوكرانيون أن يعيشوا ضمن أراضيهم، وطبعا ليس مسألة ما يمكن أن نقوم به من أجل طمأنة أو تأمين بعض الضمانات لروسيا إزاء أوكرانيا. وإذا ما لم نناقش هذه المسائل فلن نجد سبيلا للخروج من هذه الحرب. ويجب دائما أن نتذكر أن روسيا لن تختفي عن الخارطة بعد هذه الحرب، بل هي إحدى القوات النووية والعسكرية العظمى في العالم، وطبعا هي لديها فوقية وأفضلية على الأرض، وطبعا هي لديها أيضا عدد كبير جدا من الأسلحة ومن الجنود، وبالتالي نحن لسنا في موقع يتيح لنا الفوز في هذه الحرب، هذا واقع بالنسبة لي واضح. هناك الكثير من الحديث والسردية السياسية تقول بأننا ننتصر في الميدان، ولكن هذا ليس صحيح، نحن لن ننتصر عسكريا في هذه الحرب، وطبعا في الوقت نفسه نحن في خطر من تصعيد هذه الحرب لتتحول إلى حرب عالمية ثالثة، وطبعا ما من طريق خارج هذه الحرب، وهذا ما قاله أيضا السيد مايك ميلي، أنه يجب أن نجد سبيلا للتفاوضات لنتفاوض مع الأوكرانيين وأيضا مع الروسيين، وهذا مفتاح لإيجاد السلام، لأن مفتاح السلام ليس في بروكسل ولا في كييف ولا في برلين، بل إن الحل هو والمفتاح هو في موسكو وفي واشنطن، ولذلك هاتين القوتين يجب أن تتكلما مع بعضهما البعض، وإلا لن نتمكن من حل هذه الأزمة. كلامك لافت جنرال فاد، يعني أنت لا تقول فقط بأنه لا يمكن الانتصار عسكريا على روسيا، تذهب أبعد من ذلك، يعني في مقابلة مؤخرا لك قلت فيها لو تعرضت ألمانيا لسيناريو مشابه لأوكرانيا والاعتداء من الخارج فسيتم تسليمنا بدون أي مقاومة، الجيش الألماني ليس قادرا على الدفاع عن ألمانيا في الوقت الحالي، نحتاج إلى سنوات لتطوير قدراتنا العسكرية. أولا، هل تخشون في ألمانيا من اعتداء روسيا عليكم؟ الجيش الألماني حاليا في وضع سيء للغاية،
نحن قادرون ربما على أن نمنح الناتو المعدات اللازمة، وطبعا نحن لدينا دورنا في هذه المهمة ونطلع به بطريقة مثالية. ولكن إذا نظرنا إلى الوضع العام للجيش الألماني، نحن فعليا لدينا الكثير من الأمور التي يجب أن نحدث فيها تغيير من أجل أن تكون القوات الألمانية في موقع يسمح لها بالدفاع عن دولتنا. وفي هذه الأثناء حاليا الوضع ليس كذلك، لذلك نحن مسرورون لكوننا عضو في الناتو مع 30 دولة تقريبا أخرى، لنتمكن من عيش في بيئة آمنة. ولكن يجب أن نعزز جيشنا في المستقبل، كما يجب أن نضع نموذجا للدفاع عن أراضينا يكون أيضا مختلفا عما كان في ما مضى في الحرب الباردة مثلا، هذا أمر واضح. كما يجب أيضا أن نعزز قدراتنا العسكرية داخل الناتو، هذا أمر واضح. ولكن من جهة أخرى يجب أيضا أن نتجنب أن ننزلق في حرب فعلية ضد روسيا، لأنك لا تستطيع أن تنتصر في حرب ضد قوة نووية. يعني تتحدث بمنطق البعض قد يجده غريبا جنرال فاد، لأنه لو تعرضت ألمانيا لاعتداء من قبل روسيا وطلبت من حلفائها تزويدها بالسلاح، قد يأتي من يقول ويستخدم نفس المنطق الذي تستخدمه أنت ويقول لا ينبغي أن نزود ألمانيا بالأسلحة، لأنه هذا سيصعد من العنف والتوتر وقد ينقلنا إلى حرب عالمية. هذا هو المنطق الذي تستعمله، ما رأيك؟ نعم، بداية يجب أن نواجه واقع بأن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، هذا أولا. هم يدافعون عن أنفسهم بطريقة جيدة، هم لديهم معنويات قوية وهم مندفعين جدا، وطبعا من الصائب أن نساعدهم لا فقط من الناحية العسكرية بل أيضا من الناحية الاقتصادية والإنسانية والمالية وما إلى ذلك، وطبعا هذا أمر صائب. ولكن تركيزنا الأساس بالنسبة للمستقبل يجب أن يكون حول وضع وإنشاء حلف ناتو قوي في أوروبا، وفي الوقت نفسه يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار بأن روسيا لن تختفي عن الخارطة العالمية، وبالتالي يجب أن نجد طريقة للتعايش معا مع روسيا. وطبعا حتى لو كان الوضع مختلفا، ولكن عندما ننظر إلى المدى البعيد يجب أن نجد طريقا لنعيش معا. ولذلك أنا مقتنع جدا وأنا قلق جدا بالأحرى إزاء ضرورة وضع أن يكون لدينا موضع دفاع قوي، ولكن في الوقت نفسه أن نجد سبلا للتكلم مع الروسيين من أجل التوصل إلى حل لهذه الحرب مع أوكرانيا. دكتور فاد، لو كنت اليوم مستشارا عسكريا للمستشار أولاف شولتز، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها له فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الحرب في أوكرانيا؟ أنا أتفق مع مستشارنا لأنه يقوم بعمله بطريقة حذرة للغاية وأيضا بطريقة مدروسة. من الضروري أن نساعد أوكرانيا ليدافعوا عن أنفسهم، ولكن يجب أن نحول دون تصعيد هذه الحرب بما قد يتسبب بانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة، ويجب إذن الحفاظ على هذا التوازن. أنا ربما قد أفضل أن أقوم بكل ما بوسعنا لمساعدتهم، يعني مساعدة الأوكرانيين، ولكن من وجهة نظر عسكرية يجب أن يكون ذلك معقولاً ومقبولاً. إرسال دبابات مثلاً من ناحية لوجستية وعسكرية بحتة، ربما قد يكون لدي شكوك بأن هذا الاحتمال قد يزيد من فرص فعالية القوات الأوكرانية. وطبعاً
أسلحة مضادة للدبابات ومسيرات وطبعا معدات للمشاة، ربما قد تكون أكثر مناسبة للوضع الحالي في هذه الحرب. لكنت قد نصحته ربما بالاستمرار بهذه المساعدات، ولكن في الوقت عينه أن ينظر نحو حل سياسي. هذا أيضا كان أمرا مطبق على حقبة أنجيلا ميركل، كانت هي مع زيادة وضعنا وتعزيز وضع الدفاعي للناتو بعدما تم ضم شبه جزيرة القرم، ولكن في الوقت نفسه قامت بكل ما بوسعها لحل هذه الأزمة بسبل دبلوماسية وسياسية. طيب، في الدقيقة المتبقية جنرال فاد، هل ستؤدي هذه الحرب برأيك إلى إنهاء نظام القطب الواحد؟ هل ستخرج روسيا بعد هذه الحرب بوضع أفضل مما هي عليه الآن؟ سأقول ربما أنه بالنسبة لروسيا من المستحيل أن تخرج من هذه الحرب، بل يجب أن تحافظ على شبه جزيرة القرم، ويجب أيضا أن تحافظ على مناطق في الدونباس، لأن هذه المناطق استراتيجية جدا ومهمة ولا تستطيع روسيا أن تتخلى عنها من وجهة نظر استراتيجية، وهي طبعا تتمتع بالقدرات العسكرية للحفاظ على المواضع ولتعزيز ربما موقعها على الأرض، لا سيما في هذه المناطق. ولذلك يجب ربما أو نحن في وضع يوصف بأنه طريق مسدود عسكريا، وطبعا لذلك يجب أن نجد سبل مختلفة لحل هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك الجنرال إريش فاد، المستشار السياسات العسكرية السابق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. شكرا على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من مواجهة. إذن نهاية مواجهة لهذا الأسبوع مشاهدينا، الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.